طول الكام يوم اللي فات وناس كتير بتسأل هو ممكن سعر الرز يتراجع؟ خاصة بعد ما الحكومة قررت تمد حظر تصديره للخارج لحد ما يتم الاكتفاء الذاتي منه. طب إيه اللي هتعمله الحكومة علشان تظبط سوق الرز وتوفره للمواطنين؟ وهل ممكن بعد حظر التصدير سعره ينزل شوية؟ أنا ماريا مجدي وده اللي هنعرفه في التقرير ده. الناس اللي بتتعامل في سوق الرز قالوا وفقاً للتقارير الإعلامية إن أسعار الرز الأبيض مش هترخص في الأسواق حتى بعد توجيه الحكومة باستمرار حظر تصديره للخارج، وإن الأسعار هتستمر زي ما هي، يعني سعره هيبقى عند نفس مستوى الأسعار الملزمة للتجار اللي حددتها الحكومة للكيلو قبل كده. التقارير قالت كمان إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال بيان الحكومة أصدر تعليماته باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الرز، وده لتأمين احتياجات السوق المحلي مع اتخاذ إجراءات مشددة لإحكام الرقابة على المنافذ. الحكومة في شهر سبتمبر اللي فات أعلنت تحديد سعر إلزامي للرز الأبيض بالأسواق على أن يباع الكيلو السايب ب 12 جنيه بحد أقصى والكيلو المعبأ ب 15 جنيه بحد أقصى. وقالت التقارير نقلاً عن تجار متعاملون في سوق الرز إن مصر مش بتصدر الأرز من سنوات، وبيتم طرح المحصول المزروع محلياً بالكامل للبيع في الأسواق لسد استهلاك المواطنين، وإن حالات التصدير اللي كانت بتتم كانت استثنائية في سنوات محددة لدول معينة بكميات محددة، وده بعد موافقة الجهات المعنية. طيب هل أسعار الرز هتتأثر بمنع تصديره؟ مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قال إن مصر مش بتصدر الرز بقالها كام سنة وبتطرح بالفعل المحصول اللي بيتزرع كله في الأسواق، وفي حالة احتياج السوق ونقص المعروض زي ما حصل السنة اللي فاتت بيتم استيراد كميات لحد ما يتم حصاد المحصول الجديد، وبيبدأ حصاد محصول الرز في مصر من نص شهر أغسطس لحد آخر شهر أكتوبر من كل سنة، واستوردت مصر شحنة من الرز الشعير الهندي في مايو اللي فات، وده لأول مرة من سنة 2019، وده لسد احتياج السوق المحلي ولحد حصاد المحصول الجديد. أما مصطفى النجاري رئيس لجنة الرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية فقال إن قرار الحكومة بحظر تصدير الرز للخارج هو استمرار للقرار اللي صدر في 2008 وده وقت أزمة الغذاء العالمي، وإن اللي تم تصديره من سنة 2011 لحد سنة 2013 كان استثناء، لكن من بعد سنة 2013 تم وقف تصديره والاكتفاء بزراعة مساحات محددة منه، وده لتوفير المياه للتوسعات الزراعية الجديدة. تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف انخفاض إنتاج الرز ل 4.2 مليون طن، وده في موسم 2020-2021 مقابل 4.4 مليون طن في 2019-2020، يعني الإنتاج قل بنسبة 4.5%، وده سببه انخفاض المساحة المزروعة بالرز بنسبة 7% خلال السنة اللي قبل اللي فاتت. وقال الوليلي إن توجه الحكومة باستمرار حظر تصدير الرز مش هيغير في أسعاره في السوق، لكن بناءً على طلبه للحكومة تم تحديد سعر إلزامي للرز في الأسواق ومراعاة تطبيقه على أرض الواقع للحد من الارتفاع المتواصل للأسعار بدون مبرر. أخيراً احنا عاوزين تعليقاتكم على قرار تحديد سعر الرز خاصة بعد منع تصديره، هل ممكن يتم ضبط السوق فعلياً وعدم استغلاله من قبل التجار؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات، وكمان قولولنا الرز في منطقتكم وصل كام؟